وذكرنا حتى كان في رد مباشر من الرئيس السيسي على الكلام ده. الشاب الصغير اللي كان عنده 16 سنة وتم القبض عليه في مظاهرة وفضلوا يودوه كعب داير من هنا لهنا لهنا بقاله سنتين ودون توجيه أي تهمة له، مجرد انه لابس تيشيرت مكتوب عليه وطن بلا بلا ايه تعسف او وطن بحريه. تعقيب السيد الرئيس كان ايه؟ تعقيب السيد الرئيس يا استاذه اقبال على الكلام ده كان ايه؟ تعقيبه هو بيسمع، هو بيسمع وبيدون. يعني ما يعني هو قال ان المساله فعلا في حاجه الى نظر لقضيه الاستقرار والامن، وان يا عم مساله وانا شخصيا مش ضد الغاء قانون التظاهر. معلش بعض الزملاء طالبوا بالغاء قانون التظاهر، انا عن نفسي لا، بشوف ان لابد ان يكون هناك قانون للتظاهر، وان دول العالم كلها فيها قوانين بتظبط عمليه التظاهر، لكن ده لا يعني ان قانون التظاهر المصري مثالي، هو في عيوب كتير وثغرات كتير ومطلوب تعديله. وده هنا يبقى هنا التوازن بقى ما بين الحريه بالزبط. وما بين الاستقرار. حضرتك قلت ان الرئيس كان بيسمع ويدون، هل نفهم من الكلام ده ان للحديث بقيه، بمعنى ان ممكن يكون في جلسه اخرى قادمه يتم فيها البناء على متمه الافاده؟ لازم يكون في جلسات مش جلسه واحده. يعني احنا طالبنا السيد الرئيس بانه هو يجلس مع فئات الشعب المختلفة، مش بس مع المثقفين والكتاب، لا مع كل الفئات المتعددة. افتكر في لقاءات مزمعة مع النقابات والأحزاب السياسية وممثلي الهيئات المختلفة، لأن في النهاية ده في إطار الرغبة الحقيقية في تنشيط الحوار الوطني، وأن يكون في حوار مجتمعي حوالين كتير من القضايا المحورية. احنا يعني أثيرت قضية الأحزاب السياسية، يعني لا يجوز احنا طول الوقت نهاجم الأحزاب السياسية ونقول انها مش ليست لها فاعليه وغير موجوده على ارض الشارع و و و، ما ينفعش كده، احنا عايزين نشجعها، لان فعلا الاحزاب السياسيه معذوره لانها كانت مش موجوده، شبه يعني شبه ممنوعه في الفترات اللي فاتت كلها، فهي دلوقتي بتبتدي تاتا تاتا كده على مهلها، ولازم الكل يساعد. فمن ضمن المساعده ان السيد الرئيس يستمع، يستمع للاحزاب ويستمع للمعارضه. طالبناه ان هو يجلس مع المعارضه ويسمع المعارضه ويشوف الناس دي بتعارض ليه ورايها ايه. لا مانع، لان المعارضه يعني شوفي اذا كنا عايزين مجتمع ديمقراطي فاهم شيء في الديمقراطيه وجود معارضه قويه. ما ينفعش اطلاقا ان يكون في حزب واحد حاكم، وده ما عنديش تبقى الشموليه بقى اللي احنا رفضناها ومش عايزينها. احنا عايزين فعلا الديمقراطيه، توازن ما بين الراي والراي الاخر، وان السيد الرئيس هو رئيس الجميع ويستمع اليهم جميعا وينافس بعض طلباتهم اذا كانت مقنعه. وانه اللقاء ده يعني. اللقاء ده رقم كام جمع حضرتك بالرئيس السيسي؟ نعم، اللقاء ده اللقاء رقم كام جمع حضرتك بالرئيس السيسي ضمن لقاءات المثقفين والمفكرين؟ كان في لقاءات قبل كده سابقه؟ أنا؟ أنا كتير. أنا قلت لحضرتك أنا قابلت جميع الرؤساء السابقين. لا، مع رئيس السيسي، مع رئيس السيسي نفسه. ده أول لقاء؟ أول لقاء مع رئيس السيسي؟ لا، ده ثالث لقاء. ثالث لقاء. لا، أنا أنا قابلته أيام ما كان في الحملة الانتخابية بتاعته، عمل لقاء برضه مع المثقفين، وبعد انتخابه رحنا باركنا له وحضرنا لقاء معاه، وده ثالث لقاء ليا معاه. الى اي مدى حضرتك يعني بتشعري او بتعتقدي انه القياده السياسيه بتستمع لمثل هذه اللقاءات، ولا هي لقاءات بروتوكوليه فقط؟ لا، انا شايفه ان فعلا في يعني رغم كل الكلام اللي قلناه والحاجات اللي اعترضنا عليها، لكن لو تسالني انا اقول لك فعلا عن نفسي انا شايفه ان في تقدم، وان فعلا المجتمع دلوقتي يعني هادئ نفسيا، وبيحس فعلا ان في رئيس بيخدمه ورئيس قائم على حل مشاكله. رئيس يعني انا بعتقد انه ما بينامش، كلنا حاسين بده، بس الاختلاف في الاولويات. اولويات الرئيس الشباب والقضاء البطاله، ولذلك عمل مشاريع كبيره جدا كتيره
على امل ان المشاريع دي توظف الشبان دول ويبتدوا يستقروا نفسيا. احنا مش حاسين، احنا مش حاسين بده. هو اولوياته تختلف عن اولويات الاولويات الثانيه هي الاستقرار والامن. وده طبعا واجب كل رئيس، ما تقدرش تعرضيه في كده، ده ومعاه حق، لان احنا شفنا فتره الانفلات الامني كانت بشعه جدا. هي اولويه كل رئيس، بس في المرحله دي في خصوصيه كبيره جدا لعنصر الامن والامان، يعني بالنسبه لمصر بعد اللي مرت بيه في السنوات الاخيره. الاولويه الثالثه عند الرئيس العلاقات الدوليه، وهي اللي شغلاه جدا، لان كتيره، لان النهارده العالم معقد جدا، واحداث الارهاب والمصائب الكثيره اللي بتحصل دي بتشغل جميع الرؤساء، وطبعا دي الاولويه الثالثه. طيب انا بالنسبه لاولويات حضرتك من خلال اللي ادليتي بيه في اللقاء ده، عرفنا خلاص طبعا ان المرتبه الاولى كانت من نصيب الحقوق والحريات. ايه اهم حاجه ثانيه حضرتك قلتيها؟ والشق الثاني من السؤال، ايه الحاجه اللي مهمه جدا اللي ممكن يكون احد الحاضرين او احد الزملاء ايضا طرحها وحضرتك حسيت ان هو بيعبر عنك بشكل كبير؟ اهم حاجه حقوق الانسان. حقوق الانسان مهمه جدا. انا قلت للرئيس بالحرف الواحد، قلت له النهارده تقييم الدول بيعتمد على اربع معايير. معايير معروفه جدا، هي حقوق الانسان، حريه التعبير، احترام القوانين، ووضع المراه. الاربع حاجات دول بيتم تقييم الدوله على اساسه. ولذلك ولكن للاسف الشديد مصر النهارده مش ملتفته للموضوع ده، وبالتالي دول البرلمان الاوروبي بيطالب بعمل عقوبات على مصر، لان الاربع حاجات دي مش متاحه، مش منفذه. فده شيء خطير جدا يجب ان احنا نتنبه اليه. وسيادته كان قال في خطبه او في لقاء من حوالي اسبوع ان مهم جدا صوره مصر دوليا. فانا الحقيقه قلت له يؤسفني ان اقول لك ان صوره مصر دوليه ليست مرضيه. بس حضرتك تسمحي لي بمداخله صغيره؟ يعني ممكن يكون في اراء في المقابل بتقول ان طبعا ده جميل جدا، واي مجتمع حضاري صمام الامان الاساسي ليه ان الحريات والحقوق تكون مكفوله وحقوق الانسان تكون غير منتهكه باي شكل من الاشكال، لكن قد تكون هذه بشكل اخر رفاهيه او اقل اولويه بالنسبه للاولويه الاكبر وهي تلبيه الاحتياجات الاساسيه للمواطن. يعني صعب نكون بدون صحه وتعليم ومرافق اساسيه كما تنبغي ان تكون ونطالب بهذه الاشياء التي لا اهون من قدرها. يعني طبعا هي مهمه جدا، لا دي كلها اشياء مهمه طبعا جدا. طبعا لكن هي فكره تقسيم الاولويات واهميه الوقت، يعني التوقيت اللي يتعمل فيه قرار معين او التوقيت اللي يتحقق فيه انجاز معين، انهي مجال اللي اولى؟ انا رايي الشخصي الاولويه الاولى تركيز على التعليم، والتعليم من مرحله الحضانه. يجب ان احنا نعمل غربله وانقلاب كبير جدا في المناهج، بحيث ان طبعا احنا نلقن الطفل من طفولته المساواه والتسامح الديني والوطنيه والولاء، واخد بالك، بحيث ان هو ينشا كطفل خالي من العقد اللي اتزرعت فيه على مدى ال 30 40 سنه اللي فاتت. اتزرع فيه خصوصا في الفترة اللي فاتت، العشر سنوات اللي فاتوا، عقد نفسية كتيرة جدا، وكنا بنشوفها مع أولادنا وأطفالنا في المدارس. كان عندهم أفكار كانت بتصدمنا كلنا، متفقين على هذا. فإحنا لازم نبتدي بغربلة التعليم وإنهاء المناهج السيئة اللي كانت بتدرس بلا طائل، خاصة إن أنت النهاردة المعلومات أصبحت متاحة على النت والكمبيوتر ومش عارف ايه. ما بقاش التعليم ان انت تلقني الطفل معلومات، لا، التعليم في نظري انا انك تنمي شخصيته، انك تصحصحي فيه الضمير، الضمير الحي، يبقى عنده ضمير يخاف من ربنا ويخاف من القوانين، يبقى طفل عارف. انا شفت في ألمانيا الاطفال في الحضانة المدرسة بتاخدهم أسبوعيا على مكان في البلد علشان تتعلم، بس بتاخدهم مثلا يوم إلى المحكمة عشان يشوفوا اللي بيحصل في المحكمة إيه،
اطفال بقنانين تاخدهم يوم على قسم بريد عشان يتعلموا البريد والمواصلات مش عارف ايه وهكذا. انت النهارده مش بتلقني معلومات، انت بتنمي شخصيته، انت بتخلقي منه انسان متحضر عصري قادر على انه يجابه ويواجه تهديات العصر. نعم. وانه يثبت وجوده. طب استاذ اقبال، طالما كان موضوع الحريات هو الخط الرئيسي لحواركم مع السيد الرئيس، الكلام جه بشكل او باخر عن الاعلام، تحدثتوا عن المشهد الاعلامي في مصر؟ كل حاجه. احنا ما فيش موضوع لم يثار، يعني اثير مساله البطاله وانها خطر جدا، اثير مساله الخطاب الديني. وقيل في الاجتماع ان الخطاب الديني مش ممكن هيتم وينفذ وينجح والبلد فيها مشاكل البطاله ومشاكل الارهاب، لان الشباب مش مهيئ انه يسمع افكار دينيه جديده. لازم يعني يبقى فيه موازي، سير موازي ان يحصل في البلد تقدم من حيث الـ 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 مش هنقضي على قضاء البطاله، قضاء البطاله صعب، لكن على الاقل ان النسبه ما تبقاش عاليه قوي زي دلوقتي. النهارده نسبه عاليه جدا جدا بعد توقف السياحه، وبعد واحد ما بيشتغلش ومش لاقي ياكل ومش عارف يعمل حاجه، ده مش هيسمعك. مش هيسمعك ولا تقولي له خطاب ديني ولا مش خطاب ديني، هو مليء بالغضب وعايز ينفجر. فلازم احنا نراعي المساله دي ان كله يبقى ماشي مع بعض. الخطاب الديني ايضا ما ينفعش يبقى عن طريق رجال الدين بس، لازم يدخل فيه كل العلوم الانسانيه الاخرى، علشان يبقى فيه مثلا علم الاجتماع، علم النفس، يبقى يشارك في المسألة دي، علشان يبقى رجل الدين قادر على انه يواجه عصر. صحيح. حديث، وعلم الاخلاق، يعني الاخلاق مش بعيدة كمان عن الدين. يعني انت بتواجه طبعا عصر مختلف 200-500% عن العصر اللي صدرت فيه الفتاوى الدينية كلها. الفتاوى الدينية كلها صدرت قبل القرن الرابع الهجري. شوفي بقى كم سنة عدت، والبشرية عدت بكم سنة وكم أحداث و و و، بحيث النهاردة الإنسان الموجود النهاردة غيره خالص عن يعني الإنسان اللي كان موجود من 1400 سنة. طبعا إنسان طبعا تاني. طيب أنا هرجع مع حضرتك تاني للحرية، لكن من زاوية تانية. لو هيبقى عنوان رئيسي نقول الإعلام ما بين الحرية والانفلات، يعني في شعرة بين الاثنين. يعني شوفي، انا رايي الشخصي ان ما يجبش ابدا ان احنا نحد من حريه اي حاجه. الاعلام هو اللي يحد من حريه نفسه، هو اللي يحدد يقول ايه وما يقولش ايه، يعمل ايه وما يعملش. ايوه، ازاي يا استاذ اقبال؟ ما دي فروق فرديه. ممكن حد عنده ملكه ان الوازع من جواه يعرف يفرق، وشخص اخر لا، النوايا قد تكون مختلفه. فده يرجعنا تاني لميثاق الشرف الاعلامي، وان يكون في قوه الزام.